لا يسعني في هذا اليوم إلا أن أعبر عن عميق مشاعر الحزن والألم على الشهداء الذين سقطوا بالأمس، وفي مقدمتهم اللواء الشهيد وسام الحسن والمؤهل الأول أحمد الصهيوني، متقدماً بأحر التعازي من أهالي الشهداء وعائلاتهم ورفاقهم في قوى الأمن الداخلي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية ورئيس الحكومة وجميع محبين الشهداء ومحبي اللواء وسام الحسن في لبنان. تعرفون أن القطعة العسكرية أو المؤسسة تكافأ عبر مكافأة رئيسها، ونحن اليوم نرى أن هذه المؤسسة تعاقب باغتيال رئيسها اللواء الشهيد وسام الحسن. أقول ذلك لأن فرع المعلومات نجح بقيادة رئيسه، بالإضافة إلى الجرائم العديدة الفردية، إلى كشف شبكات العملاء والتجسس وتوقيف أفرادهم، إلى كشف شبكات الإرهاب، إلى منع الأذى والفتنة الكبيرة المحضرة عبر ضبط كمية المتفجرات وتوقيف ناقلها. وكأن هذه المؤامرة المدبرة استطاع وسام الحسن تعطيلها وتجنيب البلاد أذاها وافتداها بروحه ودمائه الزكية. نعتز جميعنا باللواء الشهيد. مازن سيفتخر بوالده. هذه الجريمة، هذا الاغتيال موجها للدولة اللبنانية، المقصود به اغتيال الدولة اللبنانية. لذلك هذه الشهادة تدعونا إلى التكاتف والتعاون على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى المؤسسات اللبنانية، وأعني تحديداً المؤسسات السياسية والقضائية والأمنية. فالقضاء وحده إذا لم يكن مدعوماً من السياسة ومن الحكومة لا يستطيع القيام بفعله. كذلك الأمن يجب أن يواكبه القضاء وتدعمه الحكومة ليقوم بواجبه. هذه المؤسسات عملها يتكامل، فأقول للقضاء لا تتردد فالشعب معك، وأقول للأمن احزم وأقدم فالشعب معك، وأقول للسياسة، أقول للحكومة، أقول للمرجعيات السياسية لا تؤمنوا الغطاء للمرتكب، اجعلوا رجل الأمن والقاضي يشعر أنه مغطى فعليا، وليشعر المرتكب أنه غير مغطى، وهذا واجب علينا وعلى كافة المرجعيات السياسية. اعملوا على كشف الجرائم. كفى رفيق الحريري ومن تلاه من شخصيات لبنانية مرموقة ومحاولات اغتيال منها نجح ومنها لم ينجح. وسام عيد لواء فرانسوا الحاج ومحاولات الاغتيال المؤخرة التي سبقت اغتيال الشهيدين. أيضا أدعو القضاء إلى الاستعجال بإصدار القرار الاتهامي في ملف قضية ميشيل سماحة، وأيضا أدعو القضاء إلى محاكمات الذين قتلوا العسكريين في نهر البالغ. فالأمن بحاجة إلى غطاء سياسي وبحاجة إلى مواكبة من القضاء. أما أنا فمعكم، أنا معكم، أنا مع السيادة، أنا مع الكرامة، أنا مع أمن المواطن. لا نستطيع أن نقدم للشهداء إلا الوفاء، ولذلك قررنا أن نمنح اللواء الشهيد وسام الحسن وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط الأكبر.